الصحفي والناقد الفني جوان ملا انت ضيف عزيز بلقاء خاص ودائما هالموعد السنوي صار ثابت معك وبيحجزوا كتار برزناماتهم اليوميه اذا بدك لانه دائما ناخد منك نقد فني بناء وهاللقاء مخصص بس نحكي عن دراما رمضان عن اخر 20 حلقه حضروا المشاهدين مع بعض. شكرا كثير لك كرم على الاستضافه ودائما بكون مبسوط معك صراحه وانا اصنف نفسي صحفي اكثر ما اكون ناقد يعني أكثر. لا وناقد لانه متابع جدا على السوشيال ميديا و... يعني الحمد وهيك لله في في اراء معبره واضحه ان شاء الله يعني يكون هذا الشيء واضح عند العالم يعني اللي بتابعوني على الاقل هلا اليوم في اقلام بالصحافه تبيع وتشترى اكيد طبعا وين ما كان موجود هذا الشيء توصل و... توصل, و... ومصاري وهذا الشيء من زمان على موجود و يسيء للصحافة الفنية؟ ايه اكيد طبعا مم. الصحفي الفني او اي صحفي بالعالم اذا بينشروا وبينباع ما عاد صار عنده صوت موضوعي او حيادي صراحة مم. هيك بيفقد مصداقيته شي مرة عرضوا عليك مبلغ لا <applause> <applause> والله <دووو>. ما صارت <applause> ما صارت يمكن ماني شخص كثير مؤثر ومش في حال في حال عرضوا عليك كيف تتصرف؟ <applause> آه لا اكيد برفض اكيد مم. اكيد برفض ما ما ماني مضطر يعني صراحه احكي شيء ماني مقتنع فيه م. بس آه في اشخاص ممكن تقبل م. ما بعرف تفتح. بس عندك اصحاب علاقات بالوسط الفني دائما بتسايرهم يمكن بالنقد ولا لا بتكون لا ما بساير ما بساير بس ما بحكي بطريقه جارحه م. هي الفرق في فرق بانك تنقد بهجوم وبانك تحكي بطريقه لبقه يعني انا اصدقائي اليوم اللي هنا بالوسط الفني شباب وخريجين وممثلين وبيعرفوا كتاب وخريجين وبكتب برايي يعني. وبيحبوا هذا الشيء اللي عم بكتبه لانه ما عم يتوجه بطريقه اوفر مثل ما العالم انه بده مسّيهاش يهاجمه، في صحفيين بس بيحبوا يهاجموا وانا ماني من هذا النوع بدك تعطيني وعد بدايه اللقاء انه نخلي الدبلوماسيه على جنب ونحكي بشكل <applause> موضوعي قدر الامكان <applause> موضوعي اكيد, أكيد. خلينا بموضوعيه دائما جوان حضور المسلسل السوري يغني المشهد اذا بدك يجمل الانتظار اكثر هالصناعه اللي انهكتها الحرب ولا مره قدرت انها تلغيها او توقفها يوما ما، لهلا في توهج بالدراما السوريه، لهلا الناس بتنتظر المسلسل السوري بفارغ الانتظار وهو طبق شهي على المائده الرمضانيه. صحيح بقراءه سريعه بتقييم موضوع لدراما رمضان 2024 بعد 20 حلقه من العرض، م -م. كيف شفت الدراما؟ في عوده جيده للدراما السوريه، في النصوص مهمه مطروحه في بس نحن ناقصنا شوية تنوع به النصوص يكون في شوية كوميدي أكثر شوية اجتماعي بسيط أكثر ما يكون الدراما كلها قائمة على العنف والقتل والأكشن اللي المبالغ فيه آه يكون في تسويق اقوى كمان بالمرات القادمه بحيث انه الاعمال تنعرض على قنوات مهمه اكثر وتنشاف اكثر هلا آه ممكن كمان بيلعب دور وجود الوضع السياسي مؤخرا والانفتاح اللي عم يصير على سوريا كمان عم يلعب دور بالتبادل الثقافي والفني وبشراء الاعمال السوريه وطرحها على منصات مهمه فنحن هي السنه اللي يمكن لاول مره شفنا مثلا خمس او ست اعمال على منصه مهمه اللي هي شاهد مثلا سوريه بيور فهذا النوع فهذا النوع فهذا الشيء بيلعب دور لانه هي ممكن المنصه تكون تكون اكثر متابعه فيمكن بيلعب مو يمكن اكيد بيلعب دور الوضع الانفتاح على البلد من جديد بالترويج او التسويق او صناعه الدراما السوريه وهذا الشيء يعود لصالح هذا الدراما اكيد لانه عم نحكي دراما سوريه بحته اليوم رجعت هيك على مواقع التواصل الاجتماعي عادت اذا بدك بترندات قويه قدرت غطت على الاعمال المشتركه او بعض هي اكيد هي السنه طبعا هي اكيد لانه في في شيء مطروح بطريقه حلوه، في قصص اقرب الى الواقعيه او واقعيه بامتياز، في في ممثلين او كوادر فنيه جيده من ناحيه الممثلين والفنيين والمخرجين عم يقدروا يقدموا صوره حلوه وحكايه حلوه فهذا الشيء كتير مهم صراحه لانه ما كتير نلاحظ بالدراما المشتركة إنه في كتير واقعية بالأعمال المطروحة عم تكون متجهة أكثر للأكشن أو المبالغة قد يمر بعض الأعمال المشتركة اللي ممكن تطرح فكرة جيدة لكن ما عم تكون مؤثرة بما فيه الكفاية الممثل السوري اللي راح على الدراما المشتركة السنة خسر ولا ربح الرهان؟ لا خسر أي أكيد يعني أسماء مهمة في عابد فهد ميار خدور أي خسر مقارنة بباقي الفنانين السوريين ايه اكيد خاسرين هاي السنه صراحه مع احترامنا وحبنا لهم اكيد ومحبتنا الكبيره لهم يعني لادائهم لكن اكيد خاسرين هاي السنه صراحه فينا نقول الرابح كان هو الدراما السوريه المحليه اكيد طيب بشكل مختصر ومفيد وقبل ما نفوت على تحليل ونقد لمختلف اعمال رمضان المسلسل الافضل بدراما رمضان 2024 يعني متكامل في كل العناصر لحد هلا هل انا بشوف مع احترامي اكيد لاولاد بديعه اللي هو المسلسل كثير مهم وانا بشوفهم من المميزين بس انا مناصفة بين اولاد بديع واغمض عينيك اوكي اضعف عمل لا يليق بالموسم التنافسي بيت اهلي أيش. الجزء الثاني من هالمسلسل خرب العمل وشوهه كسر عضو. مخرج تفوق على نفسه قدم صوره نظيفه بعدسه حلوه وكادر تمثيلي جيد مؤمن المله كمان اغمض عينيك عم أيه. نحكي؟ هو اغمض عينيك آه نحن بحاجه لهيك كاتب كل سنه برمضان كمان اغمض عينيك صراحه انا بقول هيك العمل متكامل اغمض عينيك كان يعني عم أيه. نحكي نصا اخراجا وكمان تمثيلا يعني ما في شيء متكامل 100% بالحياه م. اكيد يعني ما في عمل بيرفكت 100% لكن انا وجهه نظري بهذا العمل أه مع احترامي اكيد لكل الاساتذه بمال أبان واولاد أه بديعه الاستاذ علي وجيه والاستاذ يعمل حجري كاتبين نصين مهمين جدا م. استاذ رشا شربتجي عامل عمل اخراج رائع، استاذ سيف سبعي عمل رؤيه بتجنن، العملين رائعين ومهمين كثير بس تغلب عليهم اغمض عينيك؟, عينيك. تغلب عليهم اغمض عينيك؟ أه ك... كانتشار لا م. اكيد كانتشار لا, لا كنص وحبكه دراميه كنص وحبكه دراميه انا بشوفه مهم اكثر ليش؟ لانه انت عندك ست سبع شخصيات الاساسيه مو اكثر من هيك بكل حلقه عم يتحركوا بطريقه ما يمل المشاهد عم يعطوا صورة كتير نظيفة وراقية ما شفنا كتير مشاهد فجة ما شفنا أداء أو لازمات مبالغ فيها ما شفنا صورة حقيقي مسلسل بشوي حقيقي كتير وقريب منك فهي النوع من الأعمال نحن بحاجتها لا تلغي أكيد وجود أعمال تانية مهمة للأستاذ لعلي ويامن مثل ولاد بديع وما اللي هنا جدا من, من السنة لكن هو كان عنصر مفاجئ بالنسبة إلي أنا ممكن الناس تخالفني مفاجئ لأنه هذا العمل كنت متوقع أنت كاتبين جداد أنا أحمد الملا أي فأنت بتقول أنه كيف بده يكون العمل يعني ما تتوقع شيء كتير مهم بتلاقي نتيجة كثير مرضية على صعيد الصورة والإخراج والنص مسلسلات علي ويامن نحن ممكن نعرف الكونسيبت قبل ما نشوف تعودنا عليه تعودنا على شيء صدامي صحيح. على شيء جريء على طرح،, على طرح تشويق على طرح تشويق على اكشن فنحن مبسوطين اكيد بالحاله وسعيدين فيها لكن هيك اغمض عينيك خرج غرد خارج, خارج السرب صار. شوي ونحن بحاجه لهي الاعمال ترجع تكون موجوده من جديد بحيث يكون في توازن بالطرح بين الاعمال الاكشن والتشويقيه والعنف وال... وهذا الحكي وبين شيء هادف وانساني وهادئ يعتمد وليه على الاداء اللي نحن تودنا عليه او ربينا عليه اغمض عينيك اكيد يعني هي دراما الحقيقية الدراما البسيطه الحقيقيه البسيطه اللي بتشبهنا حياتيه واقعيه صحيح أكثر. صحيح وهذا الشيء اللي لازم شوي يرجع يتواجد مم. بالاضافه لهذيك الاعمال بحيث ما حدا ما حدا يلغي الثاني اكيد يصير في توازن أكيد. ممثل او ممثله كان الاداء ضعيف ولا يعول عليها السنه للاسف الاستاذ عابد فهد معني بحب هلا يمكن الناس كل مت... سنه عم تسمي عبد فهد يا جوان لا يعني كل سنه ب... بالنار بالنار كمان سميت انه كان اداء ضعيف وانه صار لازم يطلع هلا فكرني انه عم هاجم خصوصي وانا بحبه كثير الاستاذ عابد كل جدا. سنه بتقول عابد فهد ايه بس كلا. بس ما بعرف بحس انه لازم شوي يقدر يراجع حساباته ويكون م. مع عمل او اخراج او ما بعرف يكون مع حدا قادر هيك يطلع منه شيء من ايام عندما تشيخ الذئاب لهلا يعني كان او دقيقه صمت ما ما كان في شيء ملفت للنظر صراحه بس كانك عم تقول مشكله بالنص او بالاخراج مش مش الاثنين ممكن تكون ممكن تكون الاثنين نفسه كمان ممكن يعني مم. كل احتمالات وارده، يعني بالنهايه ما في شيء كامل لا بالممثل ولا بالمخرج ولا مم. كل شيء فيه ثغرات في طبيعي إيه لكن لكن انتهى شفنا نجوم عم تلمع في، انا السياره اكيد انا السياره مهم كثير وفي عمل تشويقي بالعمل مم. بس ما بعرف يعني يمكن عنده شيء معين الاستاذ عابد أه ما عم ما منك لعابد فهد بتمنى اكيد من قلبي عن جد مم. يعمل عمل اجتماعي رايق ودافي وهادي وبشخصيه تكون مميزه مع نص ثقيل مثل عندما تشيخ الذئاب وهي الانواع الثقيله ومع مخرج قادر كمان يعطي مثل ما تعودنا عليه سابقا يعني, يعني, اكيد طبعا هل المسلسل كان مخيب للامال وحرام شو دفع عليه مصاري كمان بيت اهلي مخيب شو الامال شو جدا شو المشكله ببيت اهلي حننتقل للتحليل بس شو المشكله الاساسيه ببيت اهلي؟ ما في قصه النص يعني عم الحقيقة. النص اساسا هو مم. المشكله الكبيره واي مسلسل الكرام يعني اذا ما كان في عندك نص مبني على اساسيات مهمه فانت ما عندك مسلسل قد ما جبت نجوم قد ما جبت مخرجين قد ما جبت مين ما بدك ما في نص منيح ما في مسلسل منيح نجم رمضان بدون منازع محمود نصر سامر اسماعيل مناصفه يعني انت عم تروح وتجي على اولاد بديعه ومن الأبين واغنى أيه. اكيد اهم اعمال كل التوجه السنة. كان السنه على هالثلاث اي يستحقون اكيد ثلاثه يستحقون هالممثل لو ما كان بالعمل ما كان اخذ اي نسبه مشاهده تاج تيم حسن يعني تيم حسن هو الكرت الرابح لتاج قيم تيم حسن من العمل م. ما كان حضر العمل ولا اي بسام كوسا استاذ بسام كوسا طبعا يعني بسام كوسا وتيم حسن دول الاستاذين المهمين بنحبهم كثير لو ما كانوا موجودين بهذا العمل ما كان عمل هاي الضجه جايين على الحكي على تاج ممثل شاب لما نجمه برمضان وسام رضا وسليمان رزق نمطيه مكرره كاركتر ثابت ما في شيء جديد ما عم يقدر يطلع من جلده هالممثل ايه مرة مني الاستاذ عابد فهد كمان مرة ثانية <applause> عابد فهد يلا اوكي عمل هيك رهني ما بقي ما بقي ما بقي <applause> عمل قيم جدا ظلم برمضان ليك حتنصدم لما اقول لك انه رماد الورد هو اخراجيا العمل ماله كثير منيح صراحه آه. في مشاكل كثيره في ميس ببعض الاوقات ببعض إختيار الممثلين آه. آه. في مشاكل العمل اكيد وكثيره بس اذا بدي أروح على النص تحديدا والطروحات اللي عم تنطرح بالمسلسل فهي عن جد مهمه ويحكى بامره وفعلا لو هذا النص انشغل عليه ماديا اكثر انتاجيا اكثر تسويقيا اكثر مع وجود اسماء يمكن تكون اقوى شوي كان اكيد عمل نو... كان اكيد عمل شيء من المشاهده اكثر للاسف ما حدا بيحكي بيحكي ازمات حياتيه العمل يعني العمل في مجموعه قضايا مطروحه بطريقه جديده وحلوه صراحه نحن يعني ما شفنا قبل مشاكل الشباب على تيك توك مم. يعني هذا الشيء كثير مهم انه ينطرح دراما سوريه جديد. آه شفنا كمان شباب عم شب بياخذ شخصيه عم يسعى الى بناء جسمه لانه يعني هو كثير نحيف مم. بهرمونات بقصص هي القصص بتنطرح بطريقه في أشياء حقيقيه مطروحه بطريقه عن جد راقيه ف هو انتاج المؤسسه انتاج المؤسسه طب كمان تحيه للفريق كله لانه يعني كمان الانتاج بيكون نوعا ما لو بادجت او ميزانيه لو بادجت بي... اكيد مبين هذا الشيء ف... واضح بس انه يعني... تحيه هيك عم اقول لك انه يح... انه حرام انظلم انه يحكى العمل بامره ممكن لو م. لو غير ميزانيه كان طرق أهم ممثل او ممثله صار ضروري ياخذوا بريك سنه على الاقل فيك تسمي لبنانيين عادي <applause> يعني طلعنا آه طلعنا من محور الدراما السوريه اللي <applause> آه ممكن آه ممكن آه ما بعرف انا حابب ماجي هي السنة بالعمل يعني بس خي خي ايه لا العمل حلو ظريف وراضي عن ماجي بو بالاداء؟ هلا آه نوعا ما ايه اكيد okay. ايه صراحه مين لازم ياخذ بريك؟ ممكن آه مثلا اذا قلنا لازم شوي يرجع يفكر بالامور مهيار خضور مم. شوي عابد فهد كمان مره أخرى آه نجوميه مطلقه بس اداء ضعيف <تصفيق> نجوميه <تصفيق> مطلقه واداء ضعيف؟ في هي هيك شيء بال قطع معك بالمسلسلات؟ ما فينا نقول ضعيف حرام مم. يعني في ناس اذا مو عامله جهد جبار بس عامله جهد مم. يعني قادره تعمل شيء يعني حتى بحس. إيه بحس مين أصلاً. كان مفاجاه رمضان؟ الشباب الجداد اكثر شيء شباب الجداد يعني حلو. عمر الماري جول لباد مم. الشباب كانوا الذكور اقوى من الاناث هي السنه مم. تحديدا مين, فاجاك بدوره هيك شفت انه دور جديد له وصار خارج النمط يعني يعني وسامر ده فاجأنا سنة كثير صراحة بمسلسلين ويعني بمال أبار وبلاد بديعة يعني أنت عم تشوف شخص كثير عم يتبنى الشخصية صح مم. صراحة عندك الجرأة تسميلي اسم ممثل أو ممثلة شفناه هنا السنة بعمل درامي نتيجة واسطة أو علاقات الجميع يعلم انه تيم طيب عزيز فات بالواسطة عن طريق ابوه، السنة الماضية كثير نجح بالدور كان مم. رائع بس كمان عنده موهبة تيم طيب. ايه عنده موهبة اكيد وهذا الشيء ايه. لا غير حد ما حدا حد بيقدر يذكره اصلا مم. لكن هي السنة كان في تكرار بالشخصية نفس السنة الماضية لو معمولة أو مك أو مكتوبة أو مطروحة بطريقة مختلفة عن السنة الماضية مم. بالنار بالنار كان ممكن نشوف تيم بطريقه جديده، لكن الشخص زعوري اللي بيحكي نفس الألفاظ، بيتمشى بالحاره، وهي القصص كان مكرر أنا برأيي، يعني كان ممكن يخرج عن هذا الإطار لنقدر نشوفه بشي جديد، يعني بشي أهدأ، بشي يبين موهبته، يعني أنت لما تكون شخصية فاقعة شوي، فأنت قدر الإمكان رح تبين، لكن لما تكون الشخصية هيك بسيطة وهادية، فأنت هون ببين وجودك بالـ بالـ بالأداء التمثيلي. لما تكون انت هيك شخص طبيعي تمثل بدون كاركتر هلا بالنار كاركتر شوي صار في تدخل من قبل المخرج بالنص مم. كتب يمكن الدور التيم بشكل هالقد جريء كان وصادم والناس كلها حبته ب... ايه صح كان دوره حلو جدا بدور النار بالنار بس هلا يمكن ما صار في اي لعب بورق نفسها. لا ما صار لا ما صار النص مكتوب من قبل الكاتب فادي حسين صحيح ما صار في اي تغيير لا لا لهيك يمكن شفنا الدور طبيعي مر مرور الكرام منه دور مؤثر ما دور ما دور مؤثر مثل السنه الماضيه لا صراحه وهو ادى بطريقه مشابهه للماضي الماضيه هلا ليك بالنهايه هو عم يجرب ولساته جديد على هي الساحه قد قد بالفتره القادمه يطور ادواته ويصير اهم بكثير بس اتمنى اشوفه بادوار ثانيه غير شبيهه ببعضها طيب خلينا ننتقل للحديث اكثر عن نقد دراما رمضان كان موسم متنوع جدا يعيد للدراما السوريه بدون ادنى شك قلق وروعه اشتقنا لها من من زمان في عده اعمال قبل ما نحكي بكل عمل لوحده وين الحلقه الضايعة بالدراما السوريه اليوم إن وين عندنا هالجاب او الفجوه اذا بدك عندنا فجوه ب عنا فجوه بالتنوع مثل ما حكيت قبل شوي يعني لسه عندنا اتجاه كتير اوفر للعنف نصيحه الاعمال كلها في قتل بشكل مخيف صحيح صحيح مستحيل في سوداوية هلا اذا بعد لك اياها هون الصديقات في قتل آه الاولاد بديعة في قتل ما الاب في قتل آه العربجي في قتل بس ما كمان هيدا الشيء بيشد مستح... المشاهد جواب ايه بس كمان يعني انت عم تكرس كثير القتل والعنف والدم مستحيل يعني ما في عمل ما بيمرق الا انت عم انت عم تقتل حدا طب انه لهالدرجه صار مستساغ الموضوع اكيد يعني للاسف مجتمعنا صار عنيف وجرائم القتل موجوده وايضا كانه بطل في خير اصدق شر يعني عم يسيطر الموضوع العنف عم يسيطر بشكل كثير كبير على الاعمال بشكل اوقات مزعج يعني ما شفت عمل لهي السنه ابدا ما في جريمه قتل صحيح وكل شرير شرير اكستريم للاخر <applause> اي يعني تماما <applause> ما بتلاقي لا بتلاقي إيه رايح رايح فيه للاخر يعني أيه للنهايه اجنبي هوليوود هوليوود صراحه جد. نصيحه منك لشركات الانتاج يعرفوا يسوقوا اكثر يعني يعرفوا يفوتوا على السوق مم اكثر كمان ازمه سياسه بهيدا أيه اكيد السياسه بتلعب دور خلينا نحكي اول عمل تاج اعطينا تقييم سريع لتاج تاج, تاج عمل مهم على صعيد الصوره كثير ديكورات رائعه ازياء بتجنن مدفوع عليه مصاري بشكل كثير بمكانه أه لكن القصة فيه مشكلة أه يعني شيء مكرر صار الناس ملت موضوع الفرنسا والاحتلال وحناضل وننتصر وانت بتعرف بالنهاية بالأخير شو حيصير ففكرة انه تعرف آخر حلقة شو يصير تلغي صارت عن مو... تلغي عنصر التشويق ضيف على ذلك طبعا اتمنى تكون النهايه مغايره، اذا النهايه مغايره يعني ساعتها بيعطونا شيء جديد. ضيف على ذلك انه ما في ما في احداث تقدر تشدك مثل السنه الماضيه بالزند، يعني السنه الماضيه كان في عنا عمل ثقيل وعم نقدر يشدنا بكل مشهد، هلا هون يعني بطء بالاحداث، تصاعد بطيء، في ملل، في نوع من التكرار، في يعني بتحس حالك شوي ما لك قدران تنشد للعمل. الصوره البصريه هي الاهم بالبصرية. هي نجم العمل نجم العمل الصوره البصريه يعني هل هالعمل مبهر بس اخراجيا وبصريا صح بس على صعيد النص الورق او الاداء كان الاداء ضغير. لا ما سيء الاداء لا مم. عم احكي الاداء جيد اكيد طبعا نجوم مين موجودين فيه لكن انت مثل ما قلت لك قبل شوي اذا ما عندك قصه تقدر تغني فيها المسلسل مين ما ليه خطروا تيمو صباح وسامر البرقاوي بنص ما كان جيد أو أو تصور إنه على الشاشة صار منه جيدين، بركي كان على الورق منيح النص. هلأ يمكن يكون على الورق منيح والأستاذ م. عمر أبو سعدة أستاذ مهم يعني مو ما, ما كان بيقدر يقيمه صحيح. لكن لكن النص أنا ما شفت في شي نوع من التجديد والخروج عن نمطية الأعمال الشامية لكن بصورة جديدة م. صورة البطل اللي مغوار صورة الاحتلال الفرنسي الذي لا يقار, لا يقار. يقار. صورة المناضلة ضد الاستعمار يعني صار الموضوع كمان كثير مكرر آه. ضروري الاستاذ نايم حسن كمان اذا بنضيفه للقائمة يراجع شوي نوعية الاعمال ممكن يقدمها بالفترات القادمة اذا عمل عمل اجتماعي سوري بيور اكيد انا واثق حيكون اهم من هلا كثير خلينا نحكي عن اداء تيم بالعمل هو بدون ادنى شك فنان بارع اكيد طبعا في تجدد بكاركتيراته بشخصيته لدرجه بتحس انه يعني حريف بالعمل اكيد طبعا بنشوف بلغه الجسد بالحركات بادوات الممثل شخص متقن لهيدي الشخصيه صحيح وهلا صار في عنا لمسه كوميديه باداء كل مره بيعمل هيك من السنه الماضيه لازمه برايك عم تخدم العمل تخدم العمل اوقات اوقات لا هلا كل شيء عم يكون في نقطه مهمه لازم نحكيها انه بكثير في اعمال عم يدخل لازمات لفظيه لا لازم. <applause> اي اوقات ما لها لازمه لازمات لفظيه ما لها لازمه اوقات او اوقات تعابير مقصوده لطرحها لتدخل السوشيال ميديا تصير ترند لتصير ترند أه. ما بعرف اذا هذا الشيء صحي ولا غير صحي صراحه لكن هو عم يترك اثر على السوشيال ميديا لكن ليس كل شخصية بالحياة لازم يكون لها لازمة معينة، يعني أنا وياك لما نحكي هلا قلنا كلمات معينة نحكيها على طول بتصير غليظة بتصير غلط مانا مهضومة عارف. يعني إيه يعني يكون في عندي لازمة كلامية مو منطق، أصلا مو منطقية إنه يكون كل الشخصيات أنا وأنت والشباب هون مثلا إنه نحكي نفس الكلمات دائما مانو مانو منطقي الموضوع، فهو عم عم ينحط لادخال نوع من الترين على في نقد قاسي وصل مسلسل تاج انه هو نسخه 14 من باب الحاره لا اكيد لا باب الحاره عمل ضعيف بكل أجزاءه دون استثناء ومن من الاول حتى انا هيك بشوف طبعا الجمهور حيقول انه لا العمل اكيد في شغلات مهمه وكل شيء كان في شغلات حلوه ومهمه ومطروحه لكن ما في قصه مهمه مم. تاج عم يوثق نوع في شيء نوع من التوثيق اكثر منطقي اكثر مم. يعني احنا تاج شفنا نساء سوريا كيف شفنا رؤيه مختلفه لدمشق بهذيك الوقت، ما تصورت باطار معين صحيح. مثل باب الحاره. فلا انا ما بشوف اكيد هذا الشيء. هل مسلسل دعسه ناقصه بتاريخ بسام كوسا يعني بتوقع كان دوره بمال أبان اهم. م. اكيد هي الادوار اللي هذا الدور اللي عامله بالتاج اكيد الاستاذ بسام كوسا حدا قادر يتبنى كل شخصيات بطريقه مهمه لكن عامل هيك ادوار شبيهه قبل. فهي نجمه بالتمثيل ام بالغناء؟ بالغناء ما عجبتك بالتمثيل؟ عادي يعني لا لسيء أو لا او لا كان فينا نستبدل كان في در... كان فينا نستعيد اكيد صح؟ اكيد ليه تم استدعاء فايا لهذا العمل؟ يمكن لانه وجهها وشكلها حلو وطبيعي ومو مقرب على حالها فبعمليات تجميل مثل الباقي يعني الصبايا مقارنه مع الحقبه التاريخيه مقارنه مع الحقبه التاريخيه نحن بدنا وجوه نظيفه ففايا وجهه كثير جميل من يعني الاشخاص جميلات مين, مين لمع بهذا العمل اكثر شيء برايك جواد بتاج الشباب ممثلين مم. الشباب مثل اسماء جول لباد عمر المعريش فرح دبيات كان بهلا مؤخرا بين بين شوي 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 يعني. لمعت شخصيته اي بس بعد كمان الشخصيات الذكوريه مسيطره اكثر على الشخصيات على الذكورية. عشرة قد ايه بتعطيها العمل؟ تاج سبعه طيب من الاعمال اللي تصدرت كمان المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي طلعت ترند هو العمل المفضل عندك اولاد بديع ما له قصه مفضله قلت لك احمد عينيك المفضل بالنسبه <applause> لي انا احمد عينيك عمل فني هيك درامي متكامل بس انه العمل الجماهيري السنة هو عمل جماهيري اولاد بديع ما حدا بيقدر ينكر لا, لا. طبعا أكيد. يعني شاء من شاء شاء من شاء, وعبة شاء وعبة من الأبى. صحيح بس لانه رشا مخرجه لازم نتابع العمل؟ لا طبعا مو شرط لا السنه الماضيه الزند هو اللي سيطر مع انه مم. كان في عملين للست رشا مم. هنا مربع العز وحاره القبة ثلاثه لكن اللي سيطر هو الزند مم. وهذا يدل انه النص هو اهم من الاخراج اكيد النص هو الاخراج اكيد عمليه فنيه مم. متكامله تتكامل مع النص لكن لما يكون في نص مهم ويكملوا اخراج جيد مثل اولاد بديعه مم. بيقدر المسلسل يوصل لكن العام الماضي الناس حست انه الزند كنص أكبر. اهم وكاخراج كمان الناس حبت الصوره م. الموجوده فيه مقارنه بمرب العز وحات القبة ثلاثه فلا ما لعبت فكره انه عوده تيم حسن لدراما السوريه لعبت دور بجماهيريه العمل اكيد لعبت يعني دور كنا عم نشوفه قبل بالهيبه مكرر نفس الكاركتر شفناه بالزن شيء جديد وبقلب سوريا بس صدقني لو كان النص مانو منيح ما كان ما كان عمل شيء بس هو النص مكتوب بطريقه حلوه اولاد بديعه رغم جماهيريه العمل لانه القصه مستنزفه وقطعت علينا كثير اللي هي قصه الميراث وقتال الاخوه عملوا المسلسل بس ليطلعوا ترند على السوشيال ميديا صح ولا غلط لا ما بشوف هذا الشيء اكيد في لازمات وفي طروحات مطروحه بالعمل معينه وشخصيات مرسومه بطريقه معينه كاركترات اوفر ممكن تكون ما بنشوفها بواقعنا لا تعمل نوع من الترند وايضا ما فيني احكم اذا هذا الشيء خاطئ ام صحيح لكن قصه الميراث مطروحه بألف عمل لا لا وعلى فكره مصري وسوري اكيد مصري يعني أكتر. هذا الشيء طبيعي ما في عمل بالحياه م. ما في عنده فكره متقاطعه مع فكره مطروحه قبل صحيح لكن يختلف الموضوع بطريقه الطرح لما م. انت تطرحها بطريقه مختلفه وتشويقيه غير اللي انطرحت قبل فانت عم تحكي ايه بطريقه حلوه بس صرنا قدام فانتازيا بقى يعني العمل ما بقى قريب من الواقع السوري انا كتبت وقلت يعني العمل هو ليس واقعي مم. هو اه يسقطع. افتراضي يسقط على الواقع لانه الشخصيات هي كلها الفاقعه يعني انت ما بتشوف ب... انت ماشي بالطريق مثلا ما بتشوف سكر مم. ما بتشوف اه... ولا اه... لا بشوف ما بتشوف سكر. محمود نصر مثلا ايه. بالطريق ما بتشوف اه... اه... يعني بتشوف كثير هي... ما بتشوف رامز اسود كتير هيك ما بتشوف يعني كثير شخصيات كاركترز رايحين مرسومه مرسومه رسم اكثر فانت ما بتشوفهم بحياتك لكن مم. هن مجموعين ليعملوا لك قصه قريبه للواقع اعطيني آه، اخطاء مسلسل اولاد بديعه وين وقعوا بالغلط؟ آه، عدم التوازن بين الشخصيات الخيره والشريره آه. وهذا الشيء دائما بيعمله الاستاذ علي وجيه والاستاذ يعمل الحجري اغلب اعمالهم بتكون شخصيات اللي فيها شر مقصود تطغى ايه هنا عندهم مشروع آه. معين عم يعملوه من بدايه عنايه مشدده لهلا نفس الاسلوب من ناحيه ربط الاعمال ببعضها انه في شخصيات كثيره آه يطغى عليها الشر على الخير اتوقع لو كان لو اتمنى كمان واتوقع انه لو عملوا بالاعمال الجايه شويه توازن اكثر آه ليوصل للناس اللي ما لها حبه كثير الفجاجه بالطرح هيك بيكون افضل برايي آه بتوافق انه ابطال هالعمل قدروا يسيطروا على المشاهدين ببراعه الاداء مش بمضمون العمل نفسه لا بالاثنين والله ايه اكيد اكيد الاداء اللي شدنا نجوم الصف الاول والشخصيات يلي عم يلعبوها وهالكاركترز يلي بس القصه غاربين. حلوه القصه القصه حلوه رغم ورغم رغم غرابتها ورغم انه هي مثل ما قلنا فانتازيه مانا كثير واقعيه لكن القصه بتقدر تشدك والترو والشخصيات كمان عاملين دورهم بطريقه كثير حلوه بلا فيهم جذب للمشاهد يعني ايه طبعا يعني وهذا الشيء طبيعي بالنهايه التسويق هذا بس انه قادرين يلعبوا شخصياتهم بطريقه حلوه بيقدروا يشدوك اكثر. سلافه كانت اوفر اكتنج بالعمل؟ ببعض المطارح ايه بس بس هي بالشخصيه اللي بقتلها لها كثير اكيد لكن انا برايي ممكن هي الشخصيه تعملها كثير فنانات مو بس سلافه، سلافه حدا مهم جدا وشاطر جدا وممكن ممكن كثير نجمات يلعبوا هي الشخصيه مثل؟ لو ما كان كتير. سلافه، لان سلافه كبيره شوي بالعمر على الدور خلينا نقول في معالم واضحه بالوجه انه كبيره بالعمر ممكن يكون هي مش في مشكله بالاعمار بالعمل م. م. هذا ولاد والعمل ولاد بديعه في مشكله بالاعمار يعني عندك محمود نصر اكبر من العمر المطروح بالمسلسل عندك صرافة اعمار نفس الفكره عندك ديما جندي مو دي منطق تكون امه لمحمود نصر ليش برايك هيك صار اخطاء يعني ما عندي فكرة. انا عم بحكي عن اخطاء العمل في منهم تفاوت الاعمار او اذا بدك الميس كاستنج اللي كان عم يصير انه كل ممثل منه بالعمر المناسب للدور في مشكله بموضوع الأعمال أوه. مو بس كمان اولاد بديعة باعمال اخرى رح تزعل منك رشا هلا لا ما بتزعل على فكره وهي ولو طرحت عليها هذا الموضوع قلت لها بشكل مباشر ما عندها اي مشكله بهذا هذا الحكي تحية لرشا اكيد، مين تفوق بالاداء بين الاخوه الاربعه اكثر؟ سامر اسماعيل برايي عن محمود نصر؟ عم يلعب دور محمود... سايكو شخص ليك انا بحب الانا شخصيا يمكن اكيد بس أستاذ محمود نصر عامل دور رائع، لكن سامر اسماعيل عامل جهد وانفعال داخلي اكثر وواصل بمشاعره الداخليه اكثر بدون الاعتماد على الشكل الخارجي فا او الادوات الخارجيه فسامر اسماعيل كان هو مين فاز بدور العمر؟ امارات الرزق جميل جدا إيه دور عم دور عمرها هذا حينقلها نقله ثانيه اكيد شاهد بل... ابو الوفا يعني ايه هلا موضوع حدا بيموت بهي الطريقه جوا؟ اكيد لا وهي القصه هي, الاصط... هي الح... الحكايه كلها سورياليه صراحه، مم. يعني هي الموضوع انطرح شو جربوا يوصلوا فكره من طريقه وفاه ابو الوفا بهالشكل؟ فكره الجهل المعشش بالعادات والتقاليد فينا مم. الجهل بالدين وليس الدين هي فكره جهل بالدين يعني انت احنا بالمسلسل صار يتضارب و... كأنه مش مؤمنين بالدين ممكن هلا ليك لعبوا دور بين فراس ابراهيم ووضاح حلوم وضاح حلوم فراس ابراهيم واضح انه في في, في شي علمانية في علمانية وتدين وقلت هذا الموضوع م. لكن ال ال في جهل بموضوع الدين يعني مو الدين نفسه هو في جهل واضح يعني مثلا أنا بالمسلسل صار يقعدوا يقولوا بركاتك يا ابو الوفا طب مين م. ابو الوفا؟ هي هي اسقاط على شيء ثاني انت لما ت ت تبجل او تقول بركاتك يا فلان ما بعرف مين ممكن يكون فانت ما, ما له منطقي تتبرك تبرك باشخاص انت اصلا تاريخهم يمكن ما يكون كثير مشرف اخر تقييم لاولاد بديعة على عشرة آه، تسعة اكيد كان سبعة تاج ايه عم ذكر ايه سبعة تاج بالارقام أكيد. تسعة اولاد بديعة عمال القبين من اكثر الاعمال الواقعية صحيح يلي بتحبوا العمل بتعشقوا من اول حلقة احداث بسيطة او متسارعة احداث قوية او مشوقة بس العمل بشد بيخلي أكيد. الناس تحضر وأنا بالنسبة لي من أكثر الأعمال اللي جداً عم تابع برمضان مسلسل حقيقي بيحكي أزمات سوريا واقعي أكثر من اولاد بديعة هو نفس ليش بنقارنهم مع بعض لأنه نفس الكاتبين بالنهاية علي وجهي يعمل حجري شبه الأمانة بس أنه ما شفت؟ في شبه لا في بعض التقاطعات بس مقصودة يعني سوق الهيل هون هون كده دباغين ايه بس هن قاصدين هذا الشيء يعني اساطيح ساخن فاتوا على ال... المزابل بمال على. في سو. عوالم جديده شحي. معينه عم تنطرح بنصوص علي ويامن مال القبان كطرح آه كان اهدى شوي من اولاد بديعه شوي اكثر واقعيه بتصويره بتصديره حتى بال بالحكايه آه كاتبينه ليكون اكثر واقعية، بولاد بدي على مكتوب لينعمل يكون اكثر اكثر فانتازية في نموذج عم تقولي انه دور بسام بمال القبان افضل <applause> أكيد. من دوره بتاج اكيد <applause> <applause> طبعا دور رائع من اجمل الادوار اللي عملها، هي الادوار دائما بتشبه الاستاذ بسام بيقدر يعملها بتبني كثير كبير آه بيقدر يحسسنا انه كثير واقعية، كثير اخذ شخصية التاجر الدمشقي صحيح كثير متبنيه عايشة. كثير بنشوفها يعني هي الشخصيه فعلا هذا الشخص المتعنت اللي بده يسيطر اللي المسبحه مسبحه بايده والتي والذي يتستر بغطاء الدين بنرجع لموضوع المشروع اللي عم يملوه على اليمن دائما في عندهم شخصيه متستره بغطاء الدين مم. بصفيح ساخن كان ضد الرواس اذا بتتذكر تكون تتحجب مزين آه تماما وهلا بمال ابان نفس الشيء شخصيه بسام كوسة وهلا كمان بولاد بديعه محمود نصر لا مثلاً. بروح في الجامع خدمة بيت الله بهذه الطريقة هي عم يورجوك عم يورجوك بالدين عم الاشخاص كيف ممكن يكونوا منفصمين صراحة ليه ما انشهر مثل ولاد بديعة؟ شو السبب؟ أه يمكن العمل ما انخلق ما انعمل فيه شيء يكون تريندي مثلا لانه هلا صرنا بحاجة لا يمكن لدخول عالم السوشيال ميديا بطريقة ما لا ادري ما هي يتوجه يوم. على السوشيال ميديا كمان طرح العمل معروض على ثلاث قنوات مم. حرام يعني اس بي سي ليه ما اشتروا ليه ما اشتروا ولنا وسوريا دراما ليه ما اشتروا العمل؟ هو اخذته القناه اس بي سي حصري مم. وما ما كثير توزع تو... فيمكن لو توزع على قنوات ثانيه اكثر وجودا مم. يمكن كان حقق متابعه اكثر المنيح انه عم ينعد على منصه مهمه فهذا كمان شيء نقطه سنين. الضعف الابرز بهذا العمل ارجاء عرضه لانه ظلم من سنه لسنه ايه آه عدم انتشاره على السوشيال ميديا ام عدسه سيف إسبوعي؟ لا ظلم اكيد ظلم مو. مقارنه باعمال اخرى لو طلع سنة الماضي كان حقق كان حقق شيء نجاح طبعا وخصوصي انه انت عندك علي وجهه يعمل الحاجة اللي صارت الناس تنطرون صحيح يعني هنا. وعارفين انه في ثنائيه قويه تماما صار في عندهم هن كتاب صار في عندهم فانز لهالدرجه فانت في ناس عم تنطر شو بدهم يقدموا صحيح. فانت ما يطلع لك عملين لهم نفس الوقت ففي واحد اكل الثاني اولاد بديعه اكل مال الابان لكن مال الابان لا يقل اهميه عن اولاد عن بديعه بالطرح وكثير معجون بطريقه مهمه صراحه نصيحه لسيف زبيعي <applause> نصيحه انا بدي سيف في إيه <applause> <applause> بالاخراج لو رشا اخذت مال ابين كان طلع هيك ايه كان ممكن يطلع هيك اكيد كان ممكن يطلع مهم كمان طبعا كل المخرج اللي رؤيته بالنهايه يعني ما ده. كان ما كان في حدا طغى على حدا استاذ سيف سبيع له رؤيه الاستاذ رشا البجي له رؤيه يلام يلام سيف انه شوي الاخراج بيكون بهيدا المشهد غير اخراج رشا شربجي اللي دائما في حماس بالعمل. رشا شربجي قال بس العمل عن سيف لا بالعمل درام درام بيتنا نحن بقلب البيت العيلة رح اقول لك شو رشا اكثر حماسيه ومنفعله وبتشد المشاهد انا برايي الشخصي مدام رشا بتقدر توصل المشاعر الجو الفنان ليش الشاشه اكثر بالحب بالقتل صح. بالعنف صحيح. بالعاطفه حتى لو كان عمل بسيط مثل تخت شرقي بتوصلهم بقوه توصل بقوه جانب. بتحس انك انت عن بتتاثر يعني بتفوت لجواتك، استاذ سيف السبيعي ما بيحب المبالغه بالطروح محي. بيحب انه دائما تكون العمل مان اوفر دراما فيه كثير م. يعني هيك بحس انا يعني اهدى من مدام مدام اشرق بتوصل لك مشاعر كثير م. بطريقه انه انت عن جد عايش مع الشخصيات سواء كان سلبيه ولا ايجابيه الشخصيات استاذ سيف سبيعي لا عنده هدوء بأعماله اكثر مين لمع اكثر سليمان رزق ام فادي الشامي بالأعمال. والله اثنين حلوين والله عن جد أه بدي بدي اقول لهم. حقول فادي الشامي اكثر ليه؟ يعني بحبه كثير استاذ سليم لانه شو صحيح استاذ سليم استاذ سليم عمل عمل دور كان كثير حلو بيه صفيح ساخن بلو. وضرب فيه كثير كل سنه كل سنه كل سنه بيعمل شيء حتى بزعل الجن جن كان ايه لاز. اكيد فبيعمل دائما كاركترات رائعه بس السنه كانت المفاجاه عند فادي الشامي هي السنه فادي الشامي انه شو هذا انه برافو صار لازم يعمل هيك شيء موفق الاحمد شفناه بمال القبان وتاج وبيتاج صحيح وشخصيه إلا زمان ما شفناها على الشاشه صحيح يعني خليني اقول انه يحسب للمخرجين كيف عم يرجعوا هدول الممثلين القدامى او الكبار يعني وعينا على صوته استاذ موفق دوبلاج ايه وعينا على صوته بدي اقول لك بتذكر انا سبيس تون صح؟, صح؟ ايه اكيد بتوقع ايه من الاشخاص اللي اللي تعودنا عليهم بهيك بهيك عمل، اخر سؤال قبل ما نطلع على البريك، يامن الحجلي بين الكتابه والتمثيل يصنع نجم على الورق؟ يصنع نصنع له نجم له يعني؟ ايه عم يعمل ايه. نجوميه ايه بنصه ايوه حقه طيب بس ما بنشوف يامن بغير اعمال يا جوان بلا، السنه الماضيه شفناه بحاره الاب ثلاثه وللموت حارت القبة 2 و1 و2 مثل أدواره بالصناعية مع علي وجيه؟ لا, لا. أكيد لا، طيب. لأنه هو بيكتب شيء خاص فيه، م. يعني طبيعي غلط أم صح يكتب الكاتب عمل أو خط درامي له واضح من المسلسل أكثر من غيره، يعني هيك كأنه مدعوم دوره ليعمل أه ما مانو خطأ إذا كان موظف بطريقة صح، م. أما إذا كان موظف بطريقة فجة ومقصود أنه يبين أوفر، لا أكيد بيكون خطأ، بس لما يتوظف بطريقة صح، لا بيطلع منيح حريحك شوي ونرجع للصديقات أخويا متابعين لقائنا الخاص معك جوان ومتابعين النقد والتحليل اذا بدك لكل اعمال رمضان وصلنا عند الصديقات اي اكثر قطه حبيتها اكثر؟ القطط مين لفتك؟ لفتني ديما جندي بالقصه المطروحه تبعيتها احلى من باقي الخطوط ومؤثره اكثر صراحه وعاملتها بطريقه حلوه للامانه العمل ضعيف بصراحه ليش ضعيف؟ حابين الناس واربع خمس بنات وهيك برمضان وراقصات وصباح جزائري سوزان نجم الدين اكيد اسماء إيه مهمه إيه ونجوم مهمين لكن النص ما مشغول بطريقه انه يخليك تحس انك انت عم تشوف شيء جديد يعني القصص المطروحه فيها كل شيء هذا كثير صراحه يعني قصه الراقصة المعذبة قصة البنت اللي تختصب وتفقد بكارتها قصة الزعران اللي بيكونوا ناس منيحة بعدين قصة م. الحب الفقيرة للغني كله مطروح كان قبل يعني كل الشيات كان لأني ممكن يمرق كل الشيات باي عمل بس انه على الاقل يمرق كل شيء واحد كل كلهم دائما كنا عم نحكي عن الجوانب السلبيه بالاعمال السابقه اللي حكينا عليها باول بارت، في جانب ايجابي بصديقات؟ الجانب الايجابي بالصديقات يعني اكيد ما في عمل ما في شيء جانب ايجابي بالنهايه قد ما كان ضعيف بظن انه انه قدر يرجع ديما جندي جديد على الدراما السوريه بشخصيه منيحه لكن لو كانت بعمل يبين كان اكثر كان يمكن كان احسن وعندك روعه السعدي كثير مهم تطلع بادوار غير البريئه مم. تطلع دور الشريره كان دور لافت لا لا دور لافت ومن تطلع انه عم ترقص يعني انا بنبسط انه عم نشوف شخصيه طالعه عن جلدها يعني فروعه السعدي عامله شيء مقارنه بما قدمت سابقا يحكى بامره صراحه اكثر نقطه ضعف بالعمل هي بالورق بالاخراج ام بالتمثيل؟ الثلاثه ولون في نجمات بالعمل ايه بس ما عندك صفاء سلطان ايه بس وزين نجم الدين بس الرواس امارات رزق قد ما جندي اكيد مع محبتي لهم كلهم واحترامي لهم كلهم ممثل اللي ما جايبين على العمل اكيد وهذا الشيء مهم لكن اذا انت ما عندك ورق منيح م. وما عندك مخرج يضبط الفنان ويصدره بطريقه صح فمشكله مع احترامي للاستاذ محمد زهير رجب ومحبتي له اكيد لكن هناك مشكلة في إدارة الممثل ليس في هذا العمل فقط في أغلب أعماله ما في إدارة للممثل ومهمة المخرج بالإضافة للتصدير صورة جيدة وكبادر جيدة أنه يكون في إدارة للممثل بحيث يطلع منك شيء أنت ما نكاشفه أنا ما شفت أشياء أتفاجأ فيها بالممثلات الموجودين بالعمل أو حتى الممثلين كلها كانت شخصيات ديجافو فينا نقول <applause> على فكرة هيدا نقد بناء يحسب لتحسين الدراما أكيد مش تجريح بعمل أنا ما بجرح حدا وبالعكس محبتي الكاملة لإلهم كلهم بس حتى لو لأنه النقد إجا بمحله للأمانة ممثلة ضمن الصديقات ما كانت بمطرحها المناسب أو عم تقلل من قيمتها التمثيلية بالدراما السورية نتيجة هيك أدوار عم تقلل من قيمتها يعني هي أهم هيك؟ من هيك بس عم تاخذ أدوار مش مناسبة بقى على بحس الست صباح جزائري ما كان لازم تكون بهذا العمل م. كتير انا بحبها الست صباح م. بحس انه ممكن كان تكون بعمل ثاني آه آه هيك عمل اجتماعي آه احلى بيخدم أو, أو, او بيخدم او بيخدم اكثر يعني هي دورها اكيد ما عم لك انه هي عم تأدي بطريقه سيئه لا طبعا بالعكس هو هي شخصيتها رائعه م. لكن ما خدم ما بتوقع خدمة كثير النص او الاخراج الست م. صباح يعني بحب اشوفها باعمال غير هيك ممكن ان شاء الله اكيد بعده الاحتلال الفرنسي ببيت اهلي ايه شفت العمل؟ يطلعك. شفت العمل؟ ايه شفته عم شوفه راضي عن العمل قلنا كيف؟ لا ابدا سيء كثير العمل ليه مسلسل كمان صوره حلوه صوره حلوة, حلوه ممثلين مهمين اكيد وعمل ايمن اه. زيدان اكيد استاذ وست يعني صباح بركات استاذ كلهم كلهم آه. كله مهمين لكن النص ضعيف ومزعج فؤاد شربجي مع هادي صادمني انه انا هيك تقول انه فؤاد شربجي بنت الدرع بتضايق اعمال مهمه انه طلعت هيك انه شو في ببيت اهلي ما عم بفهم انا حاولت افهم شو بدهم بالعمل ما عم يعني ما عم بعرف شو يعني عن جد ما عم بعرف شو بدي احكي عن آه وجود اسم ايمن زيدان وصوره سلم حداد على البوستر خدمه التسويق للعمل بس ما خدمت العمل بشكل واضح لا ليس هناك نجم يستطيع ان يخدم العمل اذا لم يكن هناك نص نعيد آه. ونكرر مين ما جبت مين ما جبت جيب مين ما بدك مين بدك نجم جيبه على اي جمع كل النجوم ما في نص منيح ما في مستوى منيح أه ما بعرف الصديقات ما اعطيناها علامه للمسلسل خمسه خمسه مال القبين كمان نسينا نعطيه العلامه تسعه تسعه يعني مال القبين متفوق لهلا يعتبر هو ولاد بديعه تسعه تسعه, تسعة. نفس الشيء اكيد سبعه كان تاج تاج يعني. بيت اهلي بيطلع له علامه ثلاثه يلي ما حضر يلي حضر العمل شو خسر؟ بيت اهلي؟ مم. وقته شو كانه المشكله بشركه قبند نفسها؟ ما بعرف اختيار الناس، اختيار مم. الكاست كله لازم يكون في, في... يعني عندك شركه ضخمه عم لا مو اختيار كاست. كاست. كاست يعني فنانين من المملكه في بس عنا انتاجات مهمه ليش اكيد ليش في عنا عمل مهم ويشكروا على تقديم اعمال سوريه كل موسم يعني هذا الشيء ترفع له القبة على شركه قبند لكن مم. يجب اختيار نصوص قادر على انه توصل للناس اكثر وتتقدم بطريقه احسن على صعيد الكتابه وصعيد الاخراج اذا ما اذا ضلوا على هي الوتيره فمشكله لانه عندنا عملين السنه واقعين حرام حرام آه مع فكره استثمار نجاح العمل بجزء ثاني لا ليش الاستثمار الثاني اثبتت فشلها بكل المسلسلات مين فشل اكثر العربج اثنين ام كسر عظم اثنين كسر عظم اثنين اكيد فشل اكثر للاسف والعربج اثنين مو بهالقوه الجزء الاول اكيد فكرة الأجزاء الثانية مرفوضة قطعاً قولاً واحداً ولازم ما تنعمل خليني بكسر عدم اثنين، شفنا مشاكل وأزمات سياسية ليه 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 ما أخذ ضجة كسر عدم واحد؟ لأ لك ليش، لأنه أنت عندك الطروحات الموجودة أكيد مهمين كلهم طبعاً، لكن الطروحات الموجودة بالعمل ما انربطت بطريقة متناسقة مع بعضها، بتحس كل مشهد لحاله سكتش سكتش قلت هذا الحكي كمان سكتش انه ما بتحس انه هي الشخصيه مربوطه بهذا مربوطه بهذا في اشياء ما بتفهمها مم. ما بتعرف ايش هيك عم يعملوا الشخصيات اول خمسه حلقات انت فعلا ضايع كمشاهد الطرح الجريء لا يعني نص جريء او مهم يمكن يكون الطرح الطرح ضمني اكثر وغير مباشر واجرأ من الطرح المباشر مم. الموضوع لا يتعلق بالطرح المباشر بهالطريقه بالعربجي اثنين المشكله وين كانت اكثر بالبرود والعدم عدم طرح القصه بطريقه تشويقيه مثل الجزء م. الاول لا سيما الحلقات ال15 الاوائل م. كانوا جدا 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 مملين ما حرام ديما قندلفت ما برمضان بس بالعربجي هاي مشكله الاجزاء الثانيه هي مشكلة الأجزاء الثانية وتبني مشاريع الأجزاء الثانية، دائما بنقول إنه لا نعمل أجزاء ثانية، لما العمل ينجح اتركوه يا جماعة، اتركوه ناجح ومبسوطين في العالم وخلص، ليش تشوهوا بأجزاء ثانية؟ على تجربة الدراما السورية كلها كلها من وقت ما انخلقت الدراما السورية لهلا ما في أعمال نجحت بالجزء الثاني أو الثالث إلا يعدوا على أصابع الإيد لوحدها. إخراجيا وين كان أفضل سيف؟ بالبيئة الشامي أم بالاجتماعي؟ لا بالاجتماعي. أكثر من العربجي؟ إيه أنا هيك بحس. باسم ياخور ممثل كوميدي ام ممثل جوكر؟ وين كان بيقدر يلعب؟ اكيد هو ممثل جوكر مهم اكيد مم. بس بالكوميديا اللي اختلفنا عم بحس كثير عم يقدم هيك اكثر كاركترات ما يقدم اكثر <applause> ما يقدم كوميديا موقف يعني مو مثل بقع الضوء ايام زمان مثلا عم يكون في شخصيات يعني بس تتعمل كاركتر او تعمل شيء فاقع بس مثلا الكوميديا اللي متعودين عليها بمرايا او بقع الضوء كانت تقدم شخصيات حياتيه تضحك انت على الموقف على النكته تنطرح بطريقه مو مقحمه فهذا الشيء ما عم نشوفه باغلب النصوص للاسف في بعض اللوحات حلوه بي مختلفنا. ما ما بقدر ننقل هذا الشيء ومقدمه مين اكثر شيء لفتك؟ ممدوح حماده رنا حريري العمل المتكامل برمضان اغمد عينيك مسلسل عائلي بس مش رمضان بوجهه نظري مش مش رمضان؟ ليش؟ ما بيقدر ينافس مسلسلات رمضان الموجوده لا انتاج ضخم لا ميزانيه عاليه ولا سوشيال ميديا انا ما شفت هيك صراحه ما اتفق معك قدر اغمض عينيك ينافس اولاد بديعه؟ هلا لا يقدر ينافس اولاد بديعه ينافس بالانتشار تيم حسن لكن بتاعش؟ انا امبارح شفت على المنصه اللي عم يعني يعرض عليها اغمض عينيك انه هو من الاعمال المتابعه بكثره حول العالم مم. محطوط فهذا كمان يدل على انه النص الجيد بيوصل زائد أنا, انا ما شفت هلا أه اكيد مو البادجت الموجوده بمال أبان ولا موجوده باولاد بديعه لكن في بادجت محطوط بطريقه جيده وموظفه صح المصاري الكتيره لما تحطها لما تحطها على عمل بس عشان تبهر بصريا وما عندك ناس ما تستفيد منها شيء لما توظف البادجت تبعتك بمكانها الصحيح فانت بيطلع معك شيء صحيح اي ثنائيه كانت افضل امل عرفي عبد المنعم عميري ام منى واصف فايز بالعمل كلهم حلوين الافضل اقوى هيك اللي شدت المشاهد اكثر كلهم حلوين بدون استثناء يعني انا ما فيني احكي عن اي رائعين مم. رائعين لدرجه مؤثره و... ومخيفه عباقره كانوا ما في كميه من الحكي توصف الاداء المحترف البسيط مم. الغير متكلف ال... ال... الحس العالي للقي... للقيم الانسانيه الموجوده واشكر شركه الانتاج على طرحك اعمال وتشجيع واشجع ايضا شركات انتاج اخرى على طرحك اعمال ايضا اجتماعيه هادفه لانه فقدناها جدا عم نفقد القيم قدر الامكان كثير مش شوي انا لفتتني كثير القدره منواصف العمل رائعه جدا مش شوي رائعه تسعة او عشرة بياخذ ما في عمل متكامل بالحياة تسعة فتسعة. تسعة خلينا مع أولاد بديعة وما بنفس اللفل بنفس السوية نفس بنفس اللفل أه. بشو تميز رميد الورد هالسنة؟ بالنص بس والطروحات إيه. النص مطروح نص عفوي الحوارات حياتية كثير ما فيها مبالغة الحوارات كأنك قاعد مع ناس طبيعية م. هي أهم نقطة عم نفقدها بالدراما كثير أنه يعني أنت ما عم تشوف ناس طبيعية بالدراما حقيقي ابدا مركبه شخصيات شخصيات مركبه ما حقيقيه برماد الورد لا في شخصيات طبيعيه عندها مشكله عندها الام عندها هموم عندها احلام مم. بشكل طبيعي مطروحه وفي في شيء عنصر من التشويق بجريمه بمحاوله اغتيال لقاضي يعني في قصه مم. معينه مطروحه بطريقه حلوه حقيقي. لكن المشكله باللو بادجت شوي ميز بعض الشخصيات مم. وايضا الإخراج معه كثير موفق مين نجمت اكثر روعه هيما ام هبير شمس الدين؟ روعة ياسين هي مسؤولة. رائعات ثلاثة والله اللي نجمت أكثر شيء بالعمل ايه روعة ياسين أنا حبيتها أكثر شيء طيب آه نقطة انتهى مو جزء تاني بس من النار بالنار يعني أكثر عن التوتر السوري اللبناني هلا لا. العمل النار بالنار كان قائم على موضوع العنصرية قائم محوره الأساسي لكن بنقطة آه انتهى كان في تمرير لبعض هالرسائل مو قا... مو محوره الأساسي العنصرية مم. محوره إنه في جريمة آه عملة شخص مسالم بالحياة انكمش آه من عصابة وهي صارت تستغله وتبتزه حتى ما تكشف جريمته هاي هي المقولة اللي عم تنطرح بالعمل انه وكمان مق... شخصية أنا الصغيرة اللي عم تنطرح بطريقة انه أنا حدا آه ربيان بالشارع فعم م. أخذ حقي بإيدي بي... آه ف... فالعمل بحد ذاته آه ما ما فيني انه اقول لك انه خارق الامانه لكن في نوع من التشويق المطلوب ببعض الاعمال المشتركه يكثر فيه العنف مثل كثير اعمال ثانيه صراحه و يعني يعتبر لا باس فيه لا باس مين كان مين كان الحلقه الاضافه بالعمل نجومه يعني عابل عادل الكرم وعابد فهد يعني غريب <applause> شوي لما انت ما ما في يعني ما في بالاضافه انه كمان يعني في ش في فرضيات بالعمل مبنيه على الصدفه البحت م. يعني كلها قائمه على الصدفه يعني صوره الجريمه لعبد فهد عبد فهد قتل شخص بالصدفه قام متصور بالصدفه بنفس اللحظه اللي عم يطلع فيها جلسة يعني هي منرجع. ما أنا منطقيه نرجع بنرجع لبعدين انه انس طياره مسك الفيديو تبع اخته عبد فهد بالصدفه م. وقع الزر تبعه انس طياره وعم يقتل وفاء طربي بالصدفه، عرفت ميرنا المير انه هي الزر لانس طياره بالصدفه يعني م. ما اقنعك العمل جوان ابدا؟ ما أقنعتني المصادفات اللي فيه، م. ما فيك انه إن فيك تطرح صدفه واحده اكيد، لكن ما فيك تطرح مصادفات متتاليه عبد فهد بيقول بلقاء معه انه هيدا من الشخصيات المختلفه يلي بعد ما قدمها ولا مره وكانه كاركتر جديد عم يلعبوا هيدا السنه لم اجد ذلك <applause> ما <applause> هلا حيكرهني ما بقى يعني ما بقى يشوفوا الشيء أه الاقوى <applause> كان مستير. نص فادي ام عدسة محمد عبد العزيز العمل والله متوازيان فينا نقول يعني ما في حدا ما اساء النص المخرج؟ ما لا اتوقع <applause> لا 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 ما اساء للنص <applause> وعامله بامانه بعض <applause> بعض الاشياء اللي انحكت بالعمل كانت هي من المخرج وهذا الشيء واضح مثل, مثل قصة مثل قصة الإفيهات اللي ممكن تنحط مم. مثل قصة مريومة مليومة. اللي عملت ضجة لتن... لتعمل هي انحطت لتعمل ضجة صراحة مش غلط على فكرة لما لا مطلع. غلط ولا؟ لا طبعا فيك تطرح فيك تطرح هيدا عملك انت وحر انه شو تضيف لا فيك تطرح افيهات اكيد وهذا الشيء ضروري ومثل ما حكينا قبل شوي انه لازم شيء يدخل سوشيال ميديا كله افيهات وكاش كله على نقطة انتهى الافيهات التي لا تسيء لاشخاص اخرين هي قصدي اما تسيء لاشخاص ثانيه لا اما فيك تعمل افيه ويدخل السوشيال ميديا لكن مو بطريقه فيها اساءه بس ما تم تلميح لاسم الممثل او شيء ولكن واحة. الاسم أخير. واضح طيب كمان ضمن سياق الاعمال الدراميه المشتركه مسلسل على امل او على امل ونظره حب صحيح ونظره حب عأمل امل شيء حبكه دراميه حلوه وهيك شفنا مجتمع ذكوري وتنميط لصوره المراه كيف صحيح. شفت العمل؟ أه الكاتبه نادين جابر طرحة شخصيه الطارحة ضيعه افتراضيه مم. وشخصيات افتراضيه للحديث عن الواقع الذكوري بعالمنا العربي بالعموم، في مبالغه بالطروحات قد تكون مقصوده لكن انا شايف الشخصيات تقدر تعلم بالذهن، الكاستنج الكاست كتير حلو كثير قوية صراحة كثير الاداء جميل جدا بتضيعها اكثر بتضيعها أكثر. اكثر، روح بعد عن شخصية النجوم الاساسيين لكن بتضيع شخصيات رائعه حرفيا ومدروسه بطريقه كثير حرفيه للامانه مدروسه من و... قبل مين؟ نادين ام رامي حنا؟ الاثنين صراحه، مكتوبين طريقة حلوه يعني، آه قد يكون بعض المبالغ في مبالغه بالعمل، في تمطيط، في قصص الحب تبع انه اثنين عم يتخانقوا على وحده ال... وكذا، وفي هي الكليشيهات اللي ممكن تكون معتادين عليها، لكن طرح العمل آه كان مختلف شوي بالدراما اللبنانيه ويستحق انه يتسلط الضوء عليه، يمكن يكون في بعض الثغرات اللي آه ما يتقبلها المشاهد من ناحيه النجوم وادائهم من ناحيه القصه اللي فيها اوفرا مثلا ممكن تكون لكن انا بشوف انه في شيء تقدم بصوره حلوه ويستحق انه يضو عليه صراحه حظ اوفر لرامي حنا بالمره الجايه أه اكيد ممكن بنقول هيك مثلا أه. ماجي يسار افضل من ماجي سحر بالاداء التمثيلي بادوات الممثل يعني هي طلع طول بدايه الحلقه انه مقتنع ايه اكيد طلع شوي طلع شوي من شخصيه سحر بس انا بحب اشوف ماجي ابو غصن بالاعمال الكوميديه هي طريق أكثر. فيها الاعمال اكثر آه يعني يعني طريق فيها الاعمال اللطيفه هي حدا وجهه بريء وناعم وقطعتها ناعمه بالحياه فانه بتحسها بالكوميديا اكيد غلط يتأثر الفنان بس بالكوميديا بتلبق لها اكثر من الاعمال اللي فيها انفعالات هي الكبيره بتحسها يمكن مو قادره تعطيها حقها دائما صراحه الدراما المشتركه منى ملعبه ولا مهيار خدور منى ملعبه ولا مهيار خدور لا هي ملعبه مو انه ملعبه بس ما في شخصيات عم تخدمه مثل مثل تكون مناسبه مين اقوى بالعمل مهيار عمار شلق ام بديع ابو شقر عمار شلق سيف عظيم بلش الوقت يدي نظرة حب هو عمل أضرب بنجومية بس الخياط أدي الشخصية بس الخياط طريقة كتير حلوة صراحة مم. وطالع من شخصيات النمطية اللي قدمها سابقا لكن العمل النص ضعيف مم. ضعيف واضح وبطيء ورتمه ممل وما في وشخصيات شخصيات عملت عمل علامة لمسلسل عمل أه... ثمانية نظرة حب ستة خسر قصي خولي النجومية لأنه شارك ب 2024 برمضان؟ لا خليه مرتاح هالفترة هن خسروا نجومية قصي؟ أكيد خسروا نجومية قصي، بس هو خليه يرتاح مم. وخليه يراجع حساباته مم. وهذا الشيء كثير مهم لأي فنان من النجوم بالذات مو مم. الصف الثاني ولا الثالث، النجوم كلهم لازم يراجعوا حساباتهم يقعدوا هيك على رواق يفكروا <applause> شو يعملوا شو يختاروا نصوص ويتكلوا على الله في تطور بأداء نادين الجن؟ ايه لا بأس فيه محمد الأحمد ما كان مناسب ب 2024 أنا شفت هو العرض هلا أربع حلقات مم. لسه ما انفردت أدواته ولا بس كان نعم. في داعي لجزء ثاني بعد ثلاث سنين؟ ليس هناك داعي لجزء ثاني لأي عمل أبداً <applause> آخر سؤال ربطاً بين الدراما السورية والدراما التركية المعربة ايه شفنا محمود نصر بكريستال ايه صحيح شفنا سلافة بالخائن صحيح آه شفنا سمي لي بعد باسل الخياط بالثمن صحيح شفنا كمان قيس ما كان عنده عمل مع قيس كان بخائن كمان وهلا عندهم ال... ما كان عنده معسرين برمضان قصدي بس عم بحكي لا. على اللي مثلوا هلا ب... برمضان ايه بين بين الدراما المعربة التركيه والدراما السوريه وين عم يكون الممثل عم يلمع اكثر؟ بالسوري طبعا م. السوري لللمعان والاداء الحقيقي الصادق وتركيا للانتشار والمصاري انتشار. مصاري. طيب يعني الممثل اللي بيروح على التركي ينتشر وياخذ مصاري وصح ما هو غلط مم. وبيروح على السوري لحتى يقدر يقدم قصه حقيقيه باداء حقيقي مو غلط الطرح مو غلط تكون في توازن لكن روح لهون او لهون بس ممكن يكون جوان ما معي وقت نحكي عن باقي الاعمال الرمضانيه للامانه يعني لانه يمكن <applause> يمكن حتى الساعه انا وياك بهذا اللقاء الخاص بس بقدر اقول انه في تحيه كبيره لكل الاشخاص اللي اشتغلوا اكيد كلهم على إيه. مدار السنه وقدموا لنا هالاعمال الرمضانيه برمضان وسواء كانت لاقت ايجاب او قبول او رفض اكيد يشكروا على كل الجهد ونوه دائما نحن بنحكي من باب محبه لانه بنحبهم كلهم دول وللتحسين اكثر يعني اكيد صحيح أه وانا ما بعرف هيك بتمنى لك دائما كل التوفيق وكل شكراً النجاح شكراً. ومن شكراً. سنه لسنه بنلتقى انا وياك اكيد آه عليك مثل الرادار تلقط <applause> كل الاخطاء وكل الهفوات بتصيبها وكلمتك دائما بمحلها اتمنى انه يكون الناس شايفه هيك شيء يعني م. وما اهم شيء انه قلمك نظيف بعده بريء وما تلوث بدماء الصحافه الصفراء <applause> شرفتنا جوان ملا شكرا كثير لك كلام شكرا يا هلا.